تك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا والدها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا صدق الله العظيم. سيدي عمر بن الطيب عضو لجنة التحكيم في هذه المسابقة الطيبة المباركة التي نسأل الله عز وجل أن يكتب ثوابها للقائمين عليها، وأقصد بالذكر المجلس العلمي المحلي صحبة الرابطة المغربية لحرفي الصناعة التقليدية ممثلة في شخص رئيسها سي حسان هينوس وبقية الأعضاء الأفاضل الذين سهروا وحرصوا أشد الحرص على أن تكون هذه المسابقة يعني متزامنة مع هذا الشهر المبارك الكريم شهر رمضان، وهو كما تعلمون هو شهر أنزل فيه القرآن كما قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فناسب أن يعتنى بكل ما يتعلق بكتاب الله في هذا الشهر، وناسب أن يعيش المسلمون أنواره لأن هذه الأنوار اتصلت بالأرض في شهر رمضان وانقطعت هذه الأنوار مدة 5 قرون أو 6 قرون ما بين رسول الله عيسى عليه السلام وبين رسول الله وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، يعني تخيلوا بداية الأرض، يعني كان آخر نبي قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو عيسى، بيناتهم 6 قرون 600 عام تقريبا، ما كاين لا وحي للسماء ولا خطاب ديال الله عز وجل ولا جبريل كينزل الأرض ولا شيء، حتى أشرقت الأرض بنور كتاب ربها مع نزول قوله تعالى على رسولنا، أشنا أول آية نزلت؟ اقرا يعني شوفوا المدة 6 قرون ما كاين حتى شي حاجه من السماء الارض، يعني مالي الارض فاتنين مع بعضياتهم ومهارشين كما كنقولوا حتى جاء نور الوحي فاشرقت الارض بنور ربها وبنور وحي كلامه سبحانه وتعالى. فاذا كان مزيان الاباء والامهات وليداتي تعتنوا بهذا القران لانه كيفتح لك ابواب الخير في الدراسه ديالك وكيفتح لك ابواب الخير يوم القيامه انت والوالدين ديالك، لأن هذه مجربة كاع الوليدات سبحان الله اللي كيبداو بحفظ القرآن يكونوا متميزين في قرايتهم ماشي غير في الحفاظة لا حتى في المواد العلمية، وقد مرت معنا حنا في هذه المسابقات في المجلس على امتداد 14 سنة أو 15 كاين دابا وليدات اللي مهندسين أطباء على مستويات عالية وكانوا كيحفظوا القرآن وكيشاركوا كيجوا في المراتب الأولى، فراه بعض الناس كيبغي يورينا بان القران غادي لدوك المساكين اللي ما كيعرفوا يقراو ولا اللي كيجي باربعه وثلاثه هو اللي يمشي يحفظ القران، لا القران كل ما فرشتي به كما كنقولوا حنا كل ما اثمرت وازهرت ديك الارض ديال الذاكره الخصبه وداك الاستيعاب والذكاء، وهذا امر مشاهد مجرب في تاريخ الوليدات ديالنا في القراءه. اذا هذه رساله لكم وليداتي مزيان اجتهدوا في القران، داكشي اللي قدرتوا تحفظوا عليه حفظوه ووفقوا به الدراسه ديالكم، اذا الله يوفقكم وغادي نعطي الكلمه للسي يوسف عضو اللجنه يقربكم بطريقه التحكيم كيفاش كتقوموا القراءه ديالكم، راه بعض المرات كنقولوا شي واحد كيقرا مزيان
المسابقات هذا كيوقع لنا بزاف، كيقرا تبارك الله تسمع الصوت ولكن كتلقاه هو الخامس ولا السادس ولا هو الاخر. هاد الامور غادي يشرحها لنا السي يوسف باش يوضح لنا اشناهي المعايير اللي كتسلك باش نقولوا هذا الاول هذا الثاني هذا الثالث، واخا راه هو القران كاع اللي كيقراه راه هو الاول، كاع اللي كيقراه هو الاول، غير ملي كتجي ديك التعبيرات ديك التعبير هذا اول هذا ثاني على اعتبار هو شرح لنا السي يوسف. يلا السي يوسف. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، شكر الله لفضيلة الدكتور سيدي مصطفى السليمي رئيس المجلس العلمي على هذه الكلمة النيرة التي أضاءت ما أظلم وأبدت ما أخفي في صدور أحبابنا وأبنائنا وبناتنا الأجلاء والجليلات. هذه الكلمة بالطبع تكون مقتضبة، غنبين فيها غير كيفاش كنقولوا احنا الباريم ديال السير على واحد الباريم معدل اللي كنخدموا به في التجويد، كيف أشار إلى ذلك فضيلة الدكتور جزاه الله خيرا على أن الصوت ما عدناش عليه واحد النقطة عالية، درنا عليه 5/10. الصفات درنا عليها 7/10، والقواعد بقية القواعد من أحكام النون الساكنة أحكام الميم أحكام الراء درنا عليها 7/8/10. يعني هاد الباريم اللي مشينا عليه، يعني يقدر شي حد كيقرأ مزيان نعم من حيث الصوت كاين، ولكن القواعد ما كاينش، لأن القواعد هي الأساس في أداء التجويد، هي الأساس. يقال على أن الصوت يكتسب الصوت لا يكتسب والقواعد تكتسب. الصوت لا يكتسب، قدر يكون موهبة من الله سبحانه وتعالى، لكن في هذه الآونة الأخيرة ولا حتى الصوت لا يكتسب. كيف؟ بالاستماع للقراء للمجودين نسميهم احنا كاين الهواة وكاين نعم محترفين. هاد القراء المحترفون اللي كنتصنتوا ليهم كناخذوا منهم هاد النظرات الصوتيه، كنحاول نقلدوا المره الاولى المره الثانيه، نقلد هاد القارئ نقلد القارئ الاخر حتى تلقى واحد الصيغه كنمشي بها. هذه نصيحه لابنائي وبناتي باش يتصنتوا اكثر للمقرئين، وخاصه المقرئين المرتلين المجودين، يعني اللي كيعرفوا كيف يقرؤون القران. ثم كيف تقدم ان عملنا على القواعد، نعم هناك كاين تفاوت بين كل قارئ وقارئ وبين كل قارئه وقارئه في هذه القواعد، كيف يطبقونها؟ يقدر القارئ عارف قاعده ولكن لا يعرف كيف يطبقها، فاذا احنا بنينا على القراءه كيف سمعناها في الفيديوهات اللي صيفطوها وفي الاوديوات اللي صيفطوا في اللي وصلتنا في الواتساب. هذه هي القراءة اللي بنى عليها، وهذا هو الباريم اللي خدمنا عليه، وكان الاجتهاد منا، فإن كان الصواب فمن الله وإن كان الخطأ فمن أنفسنا ومن الشيطان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أحبابنا وحبيباتنا إلى ما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا وقبل كل شيء أشكر المنبر 24 على تغطية هذا الحدث القرآني الرباني، كما نشكر المجلس العلمي على تنظيم هذه المسابقة مع الرابطة المغربية للحرف السريع التقليدية. هذه المسابقة مرت عن بعد، واللجنة المجلس العلمي اختارت الفائزين، واليوم كان التزويج تاع الفائزين، والحمد لله كان الامر جميع الاباء كانوا في فرحه، وكذلك الابناء كانوا في فرحه كبيره. وبالمناسبه اشكر رئيس المجلس العلمي، وكنشكر جميع الاعضاء الرابطه المغربيه للحرف السريع التقليدي اللي نظموا هذه المسابقه، ونتمنى انه هذا الشهر يكون شهر المغفرة على جميع المسلمين، وعيد مبارك سعيد على جميع الأمة الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مدرسة 11.
الشهرين الابتدائية. نشكر المجلس العلمي بشخص رئيسي السيد المصطفى السليمي الذي أتاح لنا هذه الفرصة من أجل المشاركة في هذه المسابقة القرآنية التي نظمت عن بعد، التي من خلالها قدمنا آيات قرآنية تجويدا مع تركيزنا على قواعد القرآن القراءة الصحيحة والسليمة. نشكركم على تشجيعنا ودعمنا من خلال تقديم جوائز تشجيعية قيمة. لا يفوتني أن أشكر الجمعية المغربية بحرفي الصناعة التقليدية التي سهروا على تنظيم هذه المسابقة، كما لا يفوتني أن أشكر والدي اللذان يقدمان لي الدعم والتشجيع الكافيين للمشاركة في مثل هذه المسابقات التي تزرع فينا حب القرآن الكريم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر الشباب والاطفال وهذه رسالة الشكر وامتنان رئيس المجلس العلمي وكذلك موظفيه تنبهوا علينا. شكرا، نشكركم جزيل الشكر. هذا واجب نشترك في ادائه، ماشي شي حاجه كنديروها يعني منة، وانما هذا واجب كل واحد. ما تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.